اما نتوقع كل حاجه معناتها، لان انا عندي ثقه في اللاعبين الوداد كونهم يكونوا في احسن حالاتهم، خاصه عندما يسجلوا هدف الاول هدف الثاني قادرين يسجلوا العديد والعديد من الاهداف، وهذا اللي صار اليوم وكانوا في مستوى كبير. الشيء اليوم اللي كان كيما بلو بوكو سي لا رابيديتي دون ليزيكسيون، فهمتي اون با تومبوريزي لا بال حتى بعد ما سجلنا اهداف، سي سا معناتها كيز امبورتون لي بريسينغ ايتي لا بريسيون سي لادفيرسير ايتي، سي سا لو كو نوزو بيرمي معناتها دي كونكريتيزي. سي امبورتون داتر معناتها اون ديمي فينال، اون بونس اون ديمي فينال، جو بونس او شامبيونات، اون بونس ا تو، اون جير ماتش بار ماتش. كون ا بيردي ان امي ا لا ديرنيير مينوت نو بونسو كو سي سا فا نو دوني beaucoup de courage et beaucoup de leçons à tirer pour l'année prochaine. Et nous espérons qu'on va se qualifier pour la Ligue des Champions prochaine. النتيجة الحمد لله فضل الحضور الجماهير اللي تنشكروا على المساندة. ما عندك حتى شي خيار انك الا هو انك خصك تفوز في هذه المقابلة باش تدوز للدور الموالي. الحمد لله اللاعبين استغلوا الفرص اللي اتاحوا لنا. الخصم تا هو قدم مستوى في جيد. الحاجة اللي تنتأسفوا عليها هي الإصابة ديال الحارس، نتمنوا الشفاء العاجل لهذا الحارس الكبير. نتمنى مسيره موفقه ان شاء الله لفريق الوداد الرياضي ان شاء الله. حنا كنا عازمين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه ونتيجه اللي تكون كبيره. حنا مشينا لعبنا المقابله الاولى حققنا واحد النتيجه مزيانه ديال التعادل، دخلنا مركزين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه، وكنا مركزين باش نسجلوا اكبر عدد ديال الاهداف، باش حنا ملي نلعبوا المقابله ديال النصف يكون كلشي كيحسب لنا الف حساب. الحمد لله هذا هو الموسم الرابع، حنا كنتاهلوا من دور المجموعات وكننافسوا على عصبه الابطال. انا كنظن هذا الشيء ماشي سهل وماشي حاجه اللي سهله، وماشي اي فريق اللي غادي يقدر كل موسم غيبقى ينافس على عصبه الابطال ويمر للدور الموالي. الحمد لله دابا حنا في دور النصف، الحظوظ كتكون متكافئه بجانب اربعه ديال الفرق اللي دازوا، كلهم فرق اللي كبار، كلهم فرق اللي عندهم المستوى ديالهم. حنا غنحاولوا ان شاء الله باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه ونمشيو للمقابله النهائيه ان شاء الله. اولا كنبغي نشكر اللعابه على هذا المجهود اللي قدموه في هذه المباراه، اللي كان خاصنا نتيجه واحده هي ننتصروا باش ندوزوا للدوم الفينال، والحمد لله حققنا الانتصار وغندوزوا ان شاء الله دوم الفينال، ولما لا نتوجوا باللقب السنة عاوتاني. وكما عرفتوا ان جبنا تعادل من عندهم ليها، والحمد لله دزنا، هذا هو المهم. فريق صن داونز ماشي سهل، ونقراو هذه المباراه ان شاء الله ونحققوا نتيجه ايجابيه اللي غتخلينا اللي غنفرحوا الجماهير ديالنا، وان شاء الله نتوجوا باللقب لما لا ان شاء الله. نباركوا اللعابه ديالنا على المباراه الكبيره، مباراه تعرف اليوم الوداد في الكاريداس، هذايا ما جاش من فراغ، جاي من عمل كبير تقريب مده موسم كامل. اليوم الوداد حط بصمه يعني تقريب للمغاربه الكل، باين بالكشف اللي هو معناه وقت اللي يركز، وقت اللي يلعب الكره لوطا، وقت اللي يسد المساحات، وقت اللي يكون معناه فيه الجوع فيه السم نتاع الكره اونتر بارونتيز، ما تلقى كان سبيكتاكل. هذا اونكور برافو بور مي جوار، خاطركش قاعدين نخدموا ايتاب بار ايتاب وماتش بار ماتش. اليوم سافول با، اليوم نجم نعطيك حاجه، كيقول لك دخلت الفيستير تسمعش الحس، تسمع كان ركزوا في الماتش اكادير، معناها وقاعدين نخدموا على ماتش اكادير، ما تكلم حتى واحد تقريبا على الفيكتوار تاع اليوم. ديريكت سيونس هودو معنا وقت ديكراساج، عندنا دو ماتش ان شاء الله السمانه هذا قاعدين نركز فيهم، توينا صفحه تشامبيونز ليغ ان شاء الله نرجعوا لها لو 27 افريل، تو ما نخموا في حتى شيء، عندنا كان ايتاب بار ايتاب ومرحله بمرحله. اون سافول با، نتحمل اون ميتريز نو زيموسيون، احنا رانا لهنا قاعدين نخدموا مرحله بمرحله.